تطور العصر الحالي بأدوات وأساليب متغيرة ومتسارعة. من الملاحظ أن أهم سمات هذا العصر سرعة التطور في العلوم والمعارف بشكل سريع جدا ومتلاحق، لا سيما مع تنافس المجتمعات والأمم فيما بينها في ذلك، مما يتطلب سرعة ومداومة على المتابعة للناتج السنوي الجديد من العلوم والمعارف بشكل احترافي يضمن المتابعة الجيدة والانتقاء الفاعل فيما يعرف الآن بحكمة المعرفة، وهي أعلى درجات الرقي المعرفي بما يضمن التراكم المعرفي البشري الذي يوصل إلى هدف التفاعل الحضاري مع التقدم الذي تشهده الساحة الدولية. لكن إذا ما أخذنا مستويات المعلومة فنجد أولاً أن لدينا البيانات وهي منتشرة من ناحية أرقام أو من ناحية بعض الإحصائيات أو البيانات الأساسية. ننتقل بعد ذلك لمرحلة المعرفة وهي تجميع هذه الأرقام وهذه البيانات لتكون معلومات أو تكون نوع من المنطق أو الأفكار. المرحلة الثالثة هي مرحلة المعرفة والتي من خلالها تتجمع هذه البيانات والمعلومات لتكون لدينا معرفة في مجال ما. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة الحكمة والوصول لهدف إنساني وبشري يخدم البشرية، لأنه في نهاية المطاف علم الاستراتيجية من تطبيقاتها كخطة استراتيجية تهدف للوصول لهدف ما. فلذلك كثير من المشكلات التي لدينا الآن سببها عدم وجود التخطيط الاستراتيجي، عدم وجود الرؤية الواضحة، وعدم الإيمان بأهمية هذا العلم. إذا ما تحدثنا عن موقع الاستراتيجية في المنظمة، عندما نذكر المنظمة نستحضر صورتها الكلية أولا ليتبين لنا أن المنظمة جسم يتكون من أجزاء متعددة تتفاعل فيما بينها للقيام بما هو مطلوب منها، ويتكون هذا الجسم من 7 أجزاء يسمى نموذج المعيار السباعي لماكنزي وتوماس بيتر. فالمعيار السباعي تحدث عن الأسباب الغائية أو المكون الفكري، يتحدث عن الاستراتيجية، يتحدث عن الهيكل والبنية، عن القوى البشرية، المهارات، النظم والأجهزة، الثقافة والبيئة. وإذا ما تناولنا بعض مصطلحات الاستراتيجية، فنأخذ مصطلح التدافع والتدافع في الاستراتيجية، والذي قد يستخدم لوصف الصراع والتنافس والصراع العدمي. فتدافع في الاستراتيجية ينقسم إلى 3 أقسام: هنالك الصراع وما يقصد به رابح خاسر أو سم زيرو، هنالك التنافس وين وين أو رابح رابح، وهنالك الصراع العدمي وهو لوس لوس سيتويشن أو خاسر خاسر. الصراع هو أعلى درجات الفعل، حيث نجاح أحد الطرفين يعني الخسارة الكاملة للآخر، وهو فائز خاسر أي 1-0. التنافس وهو درجة أدنى من الفعل، حيث أن الطرفين يخرجان فائزان بنسبة معينة أي 1-1 أي رابح رابح. هناك الصراع العدمي، حيث يكون هناك سياسة علي وعلى أعدائي أي تخريب الملعب أو سياسة الأرض المحروقة، وهنا لا ينجح أحد بل يكون كلا المتنافسين خاسرين. مفردات التدافع، هنالك المجال أحد المفردات الهامة سأتناولها، الموضوع، قواعد المنافسة، عناصر النجاح الحاسمة، الاستراتيجية، البيئة المحيطة بالتدافع. بداية المجال، نتحدث عن المجال أن التدافع الذي يتم بين البشر والنشاط البشري منه الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعلوماتي، وتحت كل مجالات فرعية لا حصر لها، إن أول أولويات الاستراتيجية التعريف المحدد للمجال الرئيسي للتدافع، والذي سبب وجود هذه المنظمة. فلذلك عند وجود منظمة ما تختص في مجال معين، فلذلك يجب التركيز على هذا المجال وعدم تشتيت
هذا التركيز لمجالات أخرى فرعية قد تعيق هذه المنظمة من تحقيق أهدافها. فالاشتغال عن ساحة الفعل الرئيسية أو المجال الرئيسي الذي من أجله وجدت هذه المنظمة وتشتيت الجهود وإهدار طاقات والوقت وفرص النجاح ومن ثم الفشل. فمهما حققت هذه المنظمة في المجال الفرعي سيظل من يعمل معها وجمهورها يحاسبها على المجال الرئيسي للتدافع. ثانيا تحديد موضوع التدافع، وذلك يتم عبر طرح سؤال: ما الذي يطمع كل طرف في الفوز به؟ وهذا السؤال هام جدا لمعرفة المجال الأساسي والموضوع الذي يكون من خلاله التدافع أو يكون حبكة التداخل أو مشكالية التداخل. ومثال: التاجر يطمح أن يحقق الربح، العسكري يطمح أن يفرض إرادته على الطرف الآخر، السياسي يريد موقع القوة والسلطة لتنفيذ برنامجه السياسي. فالاستراتيجية لا يمكن تكوينها في غياب التحديد الدقيق لموضوع التدافع الرئيس. فلذلك معرفة موضوع التدافع الرئيس هام جدا لمعرفة مصالح الخصوم أو مصالح المتنافسين وكيف يمكن تحليلهم والتعامل معهم. تحديد عقدة موضوع التدافع. السؤال الأكبر في صناعة الاستراتيجية يكمن في تحديد عقدة الموقف والاحتمالات الواردة في التعامل معه ومدى ملائمة كل بديل لبنية وقدرات المنظمة وثقافتها. مثلا في الحرب قد يكون الموقف تتمثل عقدته في تفوق الخصم في سلاح الطيران. في العمل السياسي قد تكون عقدة الموقف في أن الحزب المنافس يمتلك قاعدة جماهيرية ملتزمة. وهكذا عبر تحديد عقدة الموقف تبدأ عملية التحليل لتوسيع التصور عن الموقف والاستجابات المحتملة له ومقارنتها بالإمكانات التنفيذية المتوافرة للمنظمة وتحمل تكاليف كل مسار. فلذلك ومن هنا نستطر قليلا في تحليل الرباعي المشهور بتحليل سوت، وهو نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر. هذا التحليل له أهمية كبرى في معرفة كيف أصل لهدفي عبر تحديدي وكتابتي لنقاط القوة التي لدي ومعرفة كذلك نقاط القوة وتحديد كذلك الفرص أو المخاطر، وكيف يمكنني أن أعظم نقاط القوة التي لدي وأقتنس وأجتذب الفرص لتحقيقها، وكذلك محاولة التغلب على نقاط الضعف لدي وتجنب أو الابتعاد عن المخاطر التي ستواجهني. نرجع لعملية التدافع وأبعاد عملية التدافع. هنالك أبعاد داخل سلطة المنظمة وهنالك أبعاد خارج سلطة المنظمة. كذلك تحديد درجة التدافع، وذلك يتم عبر تحديد دقيق لرؤية الأطراف الحقيقية للتدافع، ويمكن ذلك عبر طرح أسئلة مثل: هل هو صفري؟ هل التدافع صفري؟ هل هو على قاعدة الكل كاسب أي رابح رابح؟ هل هو على قاعدة علي وعلى أعدائي أو خاسر خاسر؟ نستنتج إذن من فهم موضوع التدافع وأطرافه وواقعه وحدوده ومجاله ودرجته وعقدته، يمكننا إذا فهمنا الطرف الآخر وقواعد اللعبة الأخرى أن نتحول من درجة في التدافع إلى درجة أخرى. بمعنى أن أنتقل إذا كان مجال أو درجة التدافع خاسر خاسر أنتقل لمرحلة رابح خاسر، رابح رابح، أو حتى رابح خاسر إذا كانت الدرجة كانت متنافسة، رابح رابح، أو إذا كان ليس من مصلحتي أن تكون رابح خاسر أن أجعلها رابح رابح، وذلك بمعرفة المجال ومعرفة عقدة المجال ومعرفة موضوع التدافع. فلذلك طرح هذه الأسئلة مهم جدا على المنظمة أو الشركة أو الفريق. مفاهيم مهمة تقدمها نظرية اللعبة. قواعد اللعبة: اللعبة هي حالة من العلاقات البينية الاستراتيجية التي يعتمد بعضها على بعض، فكل خيار لك يعتمد على حركة سابقة مقصودة للمنافس أو المنافسين.
وصانع القرار في اللعبة يطلق عليهم اللاعبين، واختياراتهم يطلق عليها تحركات، ومصالح اللاعبون قد تكون متناقضة، فربح أحدهما يعني خسارة الآخر، أي معادلة صفية بالنظر إلى التدافع. ولكن الغالب هنالك استراتيجيات عمل لصالح الطرفين أو استراتيجيات تضر بالطرفين في نفس الوقت، وعادة ما يسمى اللاعب الآخر بالمنافس. التحركات، التحركات المتتابعة والتي يمكن رسم شجرة القرار وتطبيق قاعدة ابدأ من الأخير ثم عد منطقيا لنقطة البدء، أو ابدأ من الآخر ثم عد منطقيا لنقطة البدء. التحركات المتزامنة، فتكون على الطاولة التحركات المتزامنة المحتملة والتي يمكن تتبع الخطوات التالية. أولا، ضع على الطاولة كل التحركات المتزامنة المحتملة، ثم اتبع الخطوات التالية. أولا، ابدأ بالتأكد من وجود أي استراتيجية سائدة عند أي من الطرفين، وذلك بمتابعة تحركات اللاعبين ومعرفة إذا كان هنالك نمط أو تحرك معين لكل لاعب، أو هنالك تحركات متزامنة لكل لاعب. ويأتي ذلك مثلا إذا ما تحدثنا كمثال بالنسبة للشركات، إذا تحدثنا في مجال التنافس أو مجال المبيعات، إذا كان هنالك خطط معينة في المبيعات أو خطط معينة في التسويق، فنرى المقارنة بين هذا المجال أو هذه الخطة لهذه الشركة والخطة الأخرى، وما هي مواضيع أو ما هي طرق البيع التي تسلكها من خلال تحليل نمط الشركة وتحليل أساليبها. وهذا يقودنا للقاعدة الثانية، إذا كان لك استراتيجية سائدة فاستخدمها، أي إذا كان للشركة المعينة بطريقة لتسويق منتج ما وهي ناجحة، فلذلك يجب أن تستخدم هذه الطريقة وتكمل فيها. إذا كان لخصمك استراتيجية سائدة فراهن على أنه سيستخدمها، واستعد بأفضل الخيارات لديك لمواجهتها. الاحتمال الآخر ألا يكون لأي منكما استراتيجية سائدة، أي لا يوجد قانون يحكم اللعب أو يحكم طريقة المنافسة، وليس هنالك طريقة سائدة معينة، فبالتالي انظر إذا كان الخصم استراتيجية ذات طابع ضعيف، بمعنى أنها الأشد ضررا عليه في حال استخدامها ضمن استراتيجياته المحتملة، وطبق القاعدة الثالثة، إلغي من حسابك الاستراتيجية الضعيفة. كذلك قواعد اللعبة، القاعدة الرابعة تقول إذا حاولت البحث عن استراتيجية سائدة فكر في القاعدة الرابعة، البحث عن التوازن، زوج عدد من الاستراتيجيات فيها لكل حركة من اللاعبين فهي أفضل استجابة للآخرين، وحين توجد مثل هذه التوازنات ما الذي يمنع أي لاعب من اختيار أحدا منها، ولكل لعبة فيها غالبا حركات متتابعة وحركات متزامنة، ومن هذا الخليط تتكون اللعبة. ونجد من الحديث عن المزاوجة بين الاستراتيجيات، تحدث العالم هوارد غاردنر عن كتاب أصدره عن العقول الخمسة القادرة على قيادة المستقبل، وتحدث عن العقل الثاني وهو العقل المركب، والذي يزاوج أو يخلط بين منهجية في مجال معين أو في علم معين ومنهجية في علم آخر، ويحاول التركيب بين هذه المنهجيات للوصول أو للخلوص إلى منهجية جديدة تكون فيها نوع من الإبداع وتكون فيها نوع من اللانمطية. وهذا يمكن أن يطبق كذلك على المنافسة مع الخصوم، كيف يمكن أن نزاوج ما بين منهجيتين مختلفتين وبالتالي التوصل لمنهجية جديدة يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف وتحقيق الفوز. حين يقال لك في قواعد اللعبة أو في نظرية اللعبة لا توجد قاعدة فتلك قاعدة، إذا ما تحدثنا عن المفاهيم الأخرى التي تقدمها نظرية اللعبة، نتحدث عن التعاون، نتحدث عن الردع، نتحدث عن الالتزام. أما التعاون فهو مفهوم لتحقيق مكاسب أكبر لكي تصبح سائدا بدل المفهوم التقليدي للتنافس، ويجب استصحابه كلما أمكن، أي كيف يمكن لك التعاون مع المنافسين
لتحقيق مكاسب والتوصل إلى مرحلة رابح. كذلك الردع، وهي فكرة التأثير على سلوك المنافس من خلال التأثير على مكاسبه. كذلك الالتزام، ليكون تأثير الردع حقيقيا يجب أن يكون هنالك التزام ظاهر بالفعل. مفاهيم مهمة تقدمها نظرية اللعبة: تغير هيكل اللعبة، التحالفات غير المتوقعة أو السماح للمنافسين الجدد لدخول اللعبة أو تغيير قواعد اللعبة عبر القوانين. كذلك الإشارات، إن تحرك الخصم أو تحركات الخصم لا تعتمد على مبادراتنا بقدر ما تعتمد على القراءة الذاتية لمعنى التحرك. وهنا يأتي فن التمويه وفن الحرب عبر الرسائل والإشارات التي توجه سلوك المنافس. ومن هنا نستذكر ما قال سانزو بقوله: تظاهر بالغرب واضرب بالشرق. ومن هنا نرى التمويه أو الخداع في التعامل مع المنافس. نصل هنا لختام هذه المحاضرة. أشكركم لحسن استماعكم، أدعوكم كذلك لقراءة المراجع التي وضعتها في بداية هذه المادة. هذه المادة ستكون بإذن الله تعالى متوفرة لديكم، وسيكون بإذن الله تعالى هنالك عدد من التدريبات أو الأسئلة والتي سنضعها بحول الله تعالى في موقع الرواق. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.